آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار لا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض نجعلها لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا آخر ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدن إنك عن آيات الله بعد
بعد إذ أنزلت إليك.